وصلنا لفقرة تربوية حنحكي ضمنها عن منهاج المونتسوري. هذا المنهاج اللي صرنا نسمعه كتير بالروضات بالمدارس حتى بتعليم ذوي الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة دخل ضمن مقرر التعليم. شو هي فوائده وشو هو هذا المنهاج؟ أكيد اليوم حنتعرف عليه ضمن فقرتنا. أكيد رشا، خلينا نرحب سوا مشاهدينا بضيفتنا بالاستوديو الاختصاصية التربوية ريما جحجاح اللي رح تعطينا معلومات أكثر عن الفئات العمرية وكيفية تطبيق هذا النظام التربوي إن كان بالمدارس أو حتى يمكن بالبيوت مع الأهل. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير. يسعد صباحك. صباح الخير. صباح الخير. كيفك على هالبردات؟ برد كثير. إن شاء الله هيك يعمل خير على البلد. آمين يا رب. آمين يا رب. عم نحكي اليوم عن خلينا نقول شيء جديد ولكن كان إيجابي جدا يعني وأثبت فعاليته بكل المراحل العمرية. خلينا نتعرف عليه بشكل أوسع. المونتسوري هو أسلوب حياة في كل منزل لازم يكون موجود. أول شغلة بدنا نحكيها شو يعني مونتسوري؟ ليش هالكلمة بتتداول كتير؟ مونتسوري هي نسبة اللي أنشأته وأسسيته بداية هي الدكتورة ماريا مونتسوري. ماريا مونتسوري كانت متأثرة بعلماء وفلاسفة مختصين بذوي الاحتياجات الخاصة مثل إيتارت وسيغون وتأثرت كمان بنهج طريقة التعامل مع الطفل. الأطفال اللي كانت تتعامل معهم هي أطفال ذوي الاحتياجات الخاصة. هون أول شيء كان فكرة، فهي عندها مقولة شهيرة كان دائما تقولها، أعجب من الناس اللي رح نحكيها بشكل هيك مبسط، أنه أعجب من الناس اللي بيلاقوا التحسن الشديد بأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، وأستغرب وأشعر بالدهشة خاصة بالأطفال الأسوياء أنه ما عندهم إنجاز. فنحن أنجزنا مع ذوي الاحتياجات الخاصة بهذا المنهاج، فما بال إذا نحن استخدمناه مع أطفال الأسوياء. تماما. طيب أستاذة خلينا نحكي أكثر اليوم على شو بيعتمد طبعا نظام المونتسوري، وخليني اقول الاركان الاساسيه بهذا النظام التربوي. احنا عندنا 5 اركان بالمونتسوري، لكن بدايه نحن بنعتمد على كلمه دائما بنقولها هي حريه الطفل. على المونتسوري في انضباط ذاتي، يعني يصحح الخطا لوحده الطفل، ما هو بحاجه لمعلم يكون قريب له، لكن هو بحاجه لمعلم يكون ملاحظ للطريقه اللي عم يتعلم فيها الطفل. ممكن حدا يجي يقول لي انه هلا انت عم تقولي حريه اذا احنا عندنا فوضى. لا، الطفل المونتسوري طفل منضبط ومنظم، في قواعد بيمشي عليها لكن ضمن اطر. نحن بدايه اول ما بنعلم طفل مونتسوري نحن بنحط له اطار وبنحدد له اياه، مثل التربايه القديمه اذا بنرجع لها بنقول انه ايام تيتي اللي لما كانت انه هي الزاويه لك انت العافيه ما بتحيد عنه، العابك محطوطه هون لا تكركب باقي الغرفه باقي المكان. نحن هون بالمونتسوري اول ما بنعلم الطفل حريته لكن ضمن حدود، فنحن بنقطر له اي نشاط بيستخدمه بنقطر له اياه، اي وسيله بيستخدمها بنكون معلمينه انه هي بدها ترجع لمكانها. مثل هلا الام لما بيكون الطفل عم بيلعب المكعبات بتقول له بس تخلص ضبها ورجع لمكانها. ما بضبها هلا العادي والتكرار. العادي والتكرار. هلا نحن في عنا موضوع السلوك اللي نحن بنستخدمه حتى بالمونتسوري، بنعلم الطفل ضبط السلوك، نهيئه لدخول غرفة المونتسوري. أركان المونتسوري هي 5، عندنا ركن الحياة العملية وهذا الركن موجود في كل منزل في كل بيت اللي هو المطبخ. هو تماما كثير مبسط تماما. نحن عم نحكي هلا المونتسوري بحر كبير، إذا بدنا نحكي فيه بدنا وقت كثير طويل، وخاصة إنه نحن بندرب، يعني أنا من الناس اللي بتدرب مدربين وبنعطي شهادات وبنهيئهم للتعليم بالروضات وأماكن أخرى. تماما. الركن الاول هو ركن الحياه العمليه اللي موجود بكل بيت. ممكن تقولي لي وين؟ قلك المطبخ. نحن بنستخدم كل ادوات وسائل المطبخ. ولا ممكن تجينا ام تقلنا انا ابني بينكتل الدنيا بيطلع لي الجاطات بشيلها بيحطها المعالق بينكتها، هي طريقه ما في خطوره. لا، لما بكون انا مدرب الطفل بطريقه صح، نحن بنعلم الطفل اول السلوكيات الصح، دقه الباب بنعلمه طريقه صح لحتى يمسك الكرسي بطريقه امنه بحيث اذا صار ووقع ما يتاذى، حتى طريقة مسك السكين في طريقة نحن بنعلم الطفل انه بيحط المقبض عليها بيمسكها وبيضل الطرف الحاد للأسفل بحيث أي موضوع اضطر أي شيء صار نحن بنعلمه الطوارئ. الطفل بنعلمه طريقة الجلي، بنعلمه مسح الغبرة، بنعلمه الحياة العملية، يعني أنت تهيئي طفلك أنه هو يدخل للحياة تتركيه لحاله. لا تتركيه لحاله. أنا بنوصل أيام وأنا آسفة يعني أنه طلاب جامعة
ما بيقدروا يكونوا مسؤولين عن نفسهم لا بأكل ولا بشرب ولا حتى أشياءهم الخاصة. فنحن بنعلم الطفل بالحياة العملية العناية الذاتية، بنعلمه الاعتناء بذاته، بنعلمه قص الأظافر، تمشيط شعره، طريقة لبس الجاكيت. بنعاني كثير من الأمهات إنه هلأ أنا ابني عم لبسه الجاكيت وارفع له السحاب، بنعلمه كيف نزرزر كيف. بنفس الوقت نحن عم نشتغل على العضلات الدقيقة بأصابع اليد، التهيئة الأولى للكتابة. فشوفي نحن لهلأ لأي ركن ما ننتقل من الحياة العملية، ضبطنا سلوك الطفل، علمنا العناية الذاتية، وعندنا العناية البيئية أيضا إنه بيهتم بالبيئة الخارجية، وبنفس الوقت علمناه كيف يعتمد على ذاته. إذا نرجينا بالمونتسوري هي حرية وهي ضبط الذات والاعتناء بكل شيء خاص فيه، والتهيئة للكتابة وزيادة الحصيلة اللغوية، إغناء الحصيلة اللغوية بكلمات ومفردات. ممكن تجيني أم أنا ابني بعمر سنتين ابني ما بيحكي، أنت ما بتحكي معه، بنفس الوقت الأدوات المستخدمة أنت ما بتعطيه مسميات الحقيقية. إحنا مثل هلأ رسوم الكرتون والأطفال بيحطوا القلم بيحطوا له عيون بيحطوا له ضحكة، هذا خطأ. إحنا لازم نعلم الطفل بداية تعلم الكلام المسميات الحقيقية لكل شيء. هذا كأس، يعني لازم أنا أشر بإيدي على الكأس لحتى يصير عنده تواصل بصري وسمعي، بنفس الوقت أنا كان عندي الكلام. فهو الطفل بهي الطريقة حس إن هي مهمة. الدماغ لما أنا بعطيه هي الكلمات فهو بتنتقل على السيارة العصبية الكلمة بتروح على الذاكرة المؤقتة. كررت له إياها أكثر مرة، هذا كأس، ودليته عليها، حس مهمة، بعتها للذاكرة الدائمة، فصار عنده زيادة بالحصيلة اللغوية عنده. هون منقلها للأم، الطفل ما عنده مشكلة، بالعكس أنا عنده كلام كتير. ننتقل للركن الثاني بعد ما كنا بركن الحياة العملية، إحنا ركن الحسيات، حسيات اللي تعتمد على الحواس الخمس، نعتمد على التآزر الحسي الحركي البصري السمعي التذوق والشم. هون بنعمل اختبارات للطفل. لاحظي اول ما بيخلق الطفل اي ام او بتيجي التيتي راسا بتعمل له هيك حتى نشوف انه احنا السمع. لاحظي بيلتهب ابنك، بيلتهب اذنه، بتيجي الدكتور بتروحي لعنده بيعمل هيك ليشوف في عندنا مشاكل سمعيه. في عندنا كثير اختبارات بالنسبه للسمع للسمع للشم للتذوق، بانه نحن نذوق اطعمه. طبعا هذا التدريب يتم من بدايه اللقاح من صفر الى سن الولاده، وبعدين بنشتغل فيه من سن الولاده الى عمر 6 سنوات بنشتغل على عمليات الحواس الخمسه. ننتقل من ركن الحسيات. طبعا الوسائل انا بحكيهم بسرعه، الوسائل المستخدمه كل شيء موجود بمحيط المنزل. ممكن نستخدم القطن، ممكن نستخدم الناعم الخشن، نستخدم حتى باسطوانات السمع لحتى يميز الصوت الناعم من الخفيف من الثقيل. ممكن نستخدم الاوزان، نستخدم الحراره، نحط ايده بمي بارده او نحط ايده بمي سخنه ليكون التمييز. لاحظي كل هالمفردات هي نحن عملنا اغناء للحصيله اللغويه عند الطفل وهو ببدايه اعوامه، ما فينا نقول اكثر من سنتين، لانه نحن عم نبلش ندربه ونعلمه. طبعا ننتقل بالمونتسوري من السهل الى الصعب. انتقلنا من ركن الحسيات نروح لركن اللغه العربيه. طبعا نحن بالركنين اللي قبل كنا اخذنا عملنا اغناء للحصيله اللغويه واستخدم وسائل كثير وصار عنده تراكيب ونقدر نشكل جمله بعمر 3 سنوات. الحصيله اللغويه للطفل بعمر 3 سنوات لازم تكون 3000 كلمه. فمنين بيتم اغنائه بهذا؟ من خلال التدريب ومن خلال الاركان اللي احنا استخدمناها. الركن فيما بعد طبعا نحن بنستخدم بركن اللغه العربيه الاحرف الرمليه وصينيه الرمل. هي بتكون وين؟ موجوده بالحياه العمليه وبركن الحسيات لما تعلمنا هي الخواص. انتقلنا لركن الرياضيات بنفس الطريقه، تعلمنا الارقام، تعلمنا الرموز، تعلمنا العد من طريق المعالق، الشواك، الصحون، وضع من الاكبر، الارتفاع، من الارتفاع الطويل القصير، الوضع الاكبر الاصغر، كلها هي مفردات تعلمها بالحياه العمليه. انتقلنا الى ركن الرياضيات صار الموضوع متوسع اكثر. فيما بعد بضل الركن الخامس هو انتقالنا للركن الثقافي اللي هو بيتضمن التاريخ، الجغرافيا، العلوم، كل هاي الاشياء اللي بيدرسها الطفل بنعلمه اياها، البحيره، المحيط، الماء اليابسي، هي كلها تفاصيل بنعلمه اياها. بالنسبه للاركان هي كلها اركان بيش، يعني ركن السلام، ركن اضافي، طريقه الاتيكيت وتعليم الطفل طريقه التعامل بالحياه العمليه. هدول اللي ذكرتيهم كلهم اليوم بحاجه لشو؟ بحاجه لكوتش
يكون تماماً متمكن ومتأهل بشكل كتير جيد. أول شيء بنتمنى لك التوفيق لك ولكل الأشخاص ضمن هذا المنهاج، وضل تأثيره بنفس الجودة، وخاصة مع الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة عم تبذلوا جهد كتير جبار. الحمد لله. وشكرا اليوم لحضورك. يسعد صباحك. يسعد صباحكم. شكرا كتير لكم. طبعا المونتسوري بده وقت كتير طويل، بس نحن حكينا بشكل مختصر. رؤوس الحلقة مثل ما تقولوا. صحيح. يسعد صباحكم. شكرا لك ولكل المعلومات اللي قدمتي لنا اياها.